ما رأيك من يقول بعدم تحريم الموسيقى وأنه لا يوجد سوى دليل واحد من السنة؟ والله يعني بالنسبة للموسيقى يعني يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وهذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح، والبعض تكلم فيه أنه قالوا معلق أو كذا. حتى لو معلق، أول شيء هو غير معلق، فحتى لو معلق هو إسناده صحيح يكفي. ثم كذلك هو عند غير البخاري، عند داود وأظن عند البيهقي بإسناد صحيح يكفي، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويخطئ الكثيرون على ابن حزم رحمه الله تعالى. ابن حزم يقول: ما صح عندي الحديث، ولو صح عندي الحديث لقلت به. طيب ثبتت صحة الحديث ولم يطلع عليها ابن حزم، انتهى الأمر. ابن حزم إنسان تقي يخاف الله تبارك وتعالى، فصاروا يتعلقون بقول ابن حزم مع أنهم في غير هذه المسائل يستهزئون به رحمه الله تعالى، يقول شاء أقواله شاذة ظاهري مدري إيش وكذا. لكن لا يجوز الإنسان أن يستدل بقول عالم على ما يرى أنه هو باطل أصلا، وإنما يتصيد الرخص. ويقول عبد الله المبارك: من تتبع رخص العلماء تزندق. يعني إذا بأخذ رأي فلان في الخمر وفلان في الربا وفلان في المتعة وفلان في المعازف، يخرج إنسان من الدين والعياذ بالله، ينحرف انحرافا تاما. ما يجوز أن يتبع الرخص، وإنما الإنسان يتبع الحق ويبتعد عن أمثال هذه الأمور، خاصة وقد نقل ابن القيم وابن رجب وغيرهما من أهل العلم الإجماع على تحريم هذه المعازف. وما فائدتها؟ والله يكفيك قول ابن عباس رضي الله عنهما لما سأله رجل قال: الغناء حرام؟ الغناء وليس المعازف، والغناء كلام، يعني طيبه طيب وخبيثه خبيث، يعني حسب الكلام، الغناء وليس المعازف. فقال للسائل: أرأيت إن جاء الغناء يوم القيامة أمع الحق يكون أو مع الباطل؟ قال: لا، مع الباطل. قال: أفتيت نفسك. هل نتكلم عن غناء قبل بدون معازف، بدون يعني ما يصاحبه الآن يسمونه الحريم اللي ترقص هذا؟ ها؟ فيديو كليب. إيه، فيديو كليب، وهذا حريم ترقص وبنات وشيء مخزي. طيب وبعدين يقول: لا، الغناء فيه خلاف. ابن حزم يقول بهذا خلاف؟ مستحيل. ابن حزم لو يشوف هالفيديو كليب والبنات اللي ترقص وهذا يقول ابن حزم هذا مسألة خلافية؟ هذا تجني على ابن حزم رحمه الله تعالى. ابن حزم يتكلم على الكلام، الغناء الكلام بدون هذه المعازف. وابن حزم حتى لو قال معازف العود والأشياء هذه، لأنه يعتقد أنه لم يثبت الحديث بس. لكن الآن هذا الكلام الفاضح والفيديو كليب وهذا أبدا، والعياذ بالله.